في رحاب ذكرى عيد الشهداء صمود وإباء، صبر استراتيجي وتضحيات حتى بلوغ أقصى تطلعات شعبنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الأعزاء، بالحديث حول المناسبة وفي هذه المناسبة لا يمكن إلا أن نتشرف بالإسهام ولو ببضع كلمات. وللحرية الحمراء باب بكل يد مدرجة يدق، طريق الشرفاء لا يمكن أن يخلو من التضحيات، بل كله تضحيات. طريق ذات الشوكة لا يمكن أن يكون سهلا معبدا بالورود. هذه سنة لا بد من أخذها كمعطى أو كقانون طبيعي لنضالات الشعوب. كلكم أعلم مني بسيرة النضال الوطني البحراني على مدى يربو على 232 عاما ربما منذ الاحتلال الخليفي لجزيرتنا الوادعة. في تقديري لم يتغير شيء، القوم أبناء القوم وسبت النظام هو، لم يتغير، لم يتبدل، تتغير الأشكال، تتغير الأسماء، ولكن جوهر هذا النظام كما هو بقية الأنظمة في المنطقة هو جوهر واحد، حكم قبلي استبدادي. لا يمكن أن يقتنع، لا يمكن أن يؤمن بأن للناس حقوقا في أوطانهم. هم الغرباء، وللأسف الشديد بعد كل هذه السنين نوشك أن نكون نحن الغرباء. هذه حقيقة مؤسفة، ولكنها أمر واقع. لا أرى حاليا في نهاية النفق إلا التضحيات سبيلا لتغيير هذا الواقع. على هذا الطريق سار الأجداد والآباء، ونسأل الله أن يتواصل هذا العطاء. ولا نملك في هذه المناسبة إلا أن نحني الهامات تحية لكل الدماء الزاكية التي أريقت، التي سفكت على مذبح الحرية في البحرين. ولا نملك أيضا إلا أن نرفع القبعات لكل الرموز الذين يقبعون خلف زنازن الطغيان، ولكل الجرحى، لعوائلهم، لكل الشعب البحريني، لكل الشباب الذين يقفون في الميادين رغم القبضة الحديدية ورغم العنف في التعامل مع هذه الحركات الشعبية، إلا أنهم بشكل أو بآخر وبقدر أو بآخر مستمرون. أسأل الله العلي القدير أن نحتفي في هذه المناسبة في عامنا القادم في ظروف أفضل. شكرا لكم.